مياه المحيط الهادئ الدافئة في هاواي تحجب قدوم زائر غامض. إنها العودة السنوية للحيتان الحدباء. لا يعرف العلماء الكثير عن حياتها، وهم يناضلون لكشف أسرارها. تحمل هذه المخلوقات البحرية المتنقلة إشارات مذهلة إلى ذكاء خارق قد تتمتع به، وربما حتى إلى لغة تتواصل من خلالها. اليوم ينكب الباحثون حول العالم على دراسة هذه المخلوقات بهدف حل لغز عالم الحيتان الحدباء المجهول، فيتعاونون فيما بينهم ويجمعون الأدلة في محاولة منهم يعود. لهذا الحوت رئتان أكثر فعالية من رئتي البشر بخمس مرات، كما يستطيع هذا المهاجر أن يختفي في الأعماق لأربعين دقيقة متواصلة. تحقق الحيتان الحدباء إنجازات هائلة من خلال سلوكها الذي يقوم على التعاون فيما بينها، مما قد يكون دليلاً على تواصل ذي مستوى عالٍ. لكن الأحجية الأكبر تكمن في غنائها. يمكنها أن تستمر في الغناء لأيام عدة تقوم خلالها بإدخال تغييرات بسيطة وبنسخ تنويعات جديدة. لكن ما الذي يجعل الحيتان الحدباء تغني؟ رئيس فريق الأبحاث الدكتور جيم دارلينغ بذل جهوداً جبارة لفك هذه الأحجية على مدى السنوات الثلاثين الماضية، والنتيجة أشياء كثيرة تحدث لم يرها أحد بعد. لطالما أذهلني سكون المحيط، يظن المرء أن لا شيء تحته، لكن ما إن ننزل الميكروفون المائي حتى نكتشف أن ثمة مجتمعا كاملا يعيش في الأسفل، فنتساءل ماذا تفعل هذه المخلوقات؟ تقدم هاواي إلى العلماء من أمثال جيم فرصة تدوم أربعة أشهر ليقوموا بدراسة هذه المخلوقات. للوصول إلى جزر هاواي على الحيتان الحدباء أن تسافر من المناطق التي تمدها بالغذاء شمالي المحيط الهادئ، فتلتف عبر ذاك المضيق من فانكوفر إلى بحر بيرينغ في رحلة تجتاز خلالها حوالي 4000 كيلومتر. يعتقد جيم وفريقه أن أكثر من 5000 من الحيتان الحدباء تزور هاواي كل سنة ما بين شهري يناير وأبريل. يريد العلماء أن يعرفوا لماذا تختار الحيتان العودة إلى المياه الاستوائية حيث لا يوجد الكثير من العوالق ومن أسماك المياه الباردة، ولماذا تبقى الحيتان في هذه المناطق أربعة أشهر حيث الطعام غير وافر. ميغان جونز واحدة من مؤسسي الفريق لديها تفسير ممكن للهجرة الطويلة للحيتان. هنا في جزر هاواي يأتي كل سنة حوالي 60% من الحيتان من شمالي المحيط الهادئ من أجل التزاوج، ومع أننا لم نرها مرة تلد أو تتزاوج، إلا أن لدينا أدلة كافية على أنها تضع صغارها هنا، وهناك بعض المشاهدات المرتبطة بالغزل فيما بينها، ما يجعلنا نفترض بأنها تتزاوج. الإناث كثيرة هنا، فهذه الجزر مثالية لتراقب ميغان الأمهات وصغارها. ماوي هي واحدة من أفضل المناطق في العالم لدراسة الحيتان، وذلك لأن مياهها دافئة ونقية، وفيها عدد هائل من الحيتان التي يمكننا الوصول إليها. فإذا ما وضعنا كل هذه الأشياء معا، يصبح لدينا مختبر بيولوجي مذهل يمكننا من دراسة هذه المخلوقات. إنه مختبر يعمل في الصباح الباكر وطوال اليوم. للفريق إذن خاص بالاقتراب من الحيتان الحدباء بواسطة القوارب وحتى بالسباحة بالقرب منها. ما إن تشرق الشمس حتى تبدأ رحلة البحث الأولى. ينطلق مصورو الفريق إلى العمل مع ساعات الصباح الباكر. يقوم مصور ناشونال جيوغرافيك فليب نيكلين بتصوير الحيتان فوق سطح الماء وتحته، وهو مدرك أن عالم الحيتان لا يزال عالماً مجهولاً.
نرى جزءا صغيرا فقط من عالم الحيتان. الأمر أشبه بمحاولة دراسة الفيلة عندما تضع خراطيمها في الماء، فنتساءل عما تفعله الفيلة في حياتها. يلتقط فليب الصور الثابتة بينما يقوم زميله جيسون ستورجيس بتصوير لقطات الفيديو. نقوم أنا وفليب بتوثيق الرحلات، إننا نؤلف معا العين التي تراقب ما يجري تحت سطح الماء. مهمة فليب وجيسون هي جمع العناصر الخلفية التي تمكن زملائهما من التركيز على سلوك الحيتان. عندما نخرج في الصباح الباكر نحاول العثور على الحيتان التي ستساعد ميغان وجيم، وقبل أن ينطلقا نحاول نحن العثور على الحيتان واكتشاف ما تفعله. نلتقط صورة لها لكي يتعرفا عليها. يختلف كل ذيل عن الآخر. يضيف فليب وجيسون صورة ذيل التقطت سابقا ليجري من خلالها التعرف على الحيتان البالغة التي تعود إلى المكان. نتعرف إلى كل حيوان نصادفه، وخاصة إذا تمكننا من تحديد جنسه. إذا كانت أنثى يكون معها صغيرها، قد نستطيع في بعض الحالات معرفة إن كان ذكراً أو أنثى، وهذا يساعدنا كثيراً خلال دراستنا للحوت. من هو؟ من أين أتى؟ وكل هذه التفاصيل. يقوم جيسون بإبلاغ ميغان بأول تقرير عن حالة الرحلة. إننا الآن عند حدود أولوالو، ولدينا حوتان وجهاز تحديد المواقع. سنبدأ الآن بالغطس، ومن المفترض أن يكون التقرير جاهزاً عند وصولك إلى هنا. بينما كانا يقومان بمهمة البحث الصباحية، تمكنا من رصد ذكر وحيد. وبينما بدأ بالغوص تحت الماء، نشأت دوائر مائية مسطحة. إنها البصمات التي يخلفها الحوت، وهي تحدث ارتجاجاً قوياً يعبر هيكل القارب. هل هناك حيتان؟ ها هو، أظنني تمكنت منه. أظنه هنا. إنهما فوق حوت يغني. الذكور وحدها تغني، ويعتقد أنها تقوم بذلك خلال موسم التزاوج. يبدو الحوت مرتاحاً لوجود القارب. ينتهز فليب هذه الفرصة لمراقبة هذا المغني عن كثب. سيفهمه، بل هناك أيضاً أناس آخرون خارج الماء. سيعرفون بفضل جيم ما الذي يجري في الأسفل. لقد أمضى جيم دارلينغ 3 عقود في فك رموز الحيتان الحدباء في هاواي. في البداية كان الباحثون قادرين على تسجيل الوقائع فوق اليابسة فقط، أما اليوم فهناك ميكروفون يعمل تحت الماء ويلتقط الأصوات في الأعماق، لكن لم يتمكن أحد بعد من كشف أسرارها. تعرف الحيتان المحيط بطريقة لا نستطيع تصورها، ومع هذا فإن عملنا كعلماء أحياء وكباحثين هو محاولة تصورها، وهذا ما يجعل الأمر ربما أكثر صعوبة. إننا نحاول أن نتصور شيئاً ليس في الأساس ضمن مفهومنا البشري للتنقل فوق اليابسة. يستطيع جيم أن يميز بين أغاني الحيتان من خلال النغمات المتنافرة التي تطلقها هذه المخلوقات في الأعماق. ولكي تتمكن الحيتان من الغناء عليها أن تتنفس عند السطح، ثم أن تغوص إلى عمق 15 متراً تقريباً. تبقى بلا حراك ورأسها إلى الأسفل، بحيث ينتشر الصوت على نحو جانبي. يحرك الهواء الذي يخرج من الرئتين أنسجة الحبال الصوتية التي يتحكم فيها غضروفان مفصليان داخل الحنجرة. الأنسجة اللينة تصدر نوطات منخفضة. يمدد الهواء جيباً فيتشكل صدى الصوت وينقل الارتجاجات إلى الماء. أما الهواء الذي يجري بين الجيب والرئتين فهو ما يولد الأغاني الطويلة، من الزقزقة العالية الطبقة إلى القعقعة العميقة ذات النوطة المنخفضة. الماء ناقل جيد للصوت، فهو يبث النداءات التي تنتقل عبره بسرعة 1600 متر في الثانية لتصل إلى مسافة قد تبلغ 160 كيلومتراً.
تلتقط حيتان أخرى هذا الضجيج وتسمعه بواسطة آذان تشبه أذن البشر عبر شقوق صغيرة قرب الأعين. إن الآلية التي تتبعها الحيتان لتصدر هذه الأغاني الأكثر تعقيداً بين كل الحيوانات قد أصبحت الآن معروفة. أما التحدي الأكبر فهو فهم المقصود بها. خلال محاولاته فك أحجية هذه الأغاني، يمضي جيم معظم أوقاته في الخارج مع الحيتان الحدباء. إنه يتعرف الآن إلى أجزاء من تركيبة الأغنية ويتوقع خطوة الحوت التالية. إنه منهمك الآن في دراسة الطنين، ونحن نتوقع عودته في أي لحظة. غناء الحيتان معقد لأن هذه الحيوانات تستخدم مجموعة كبيرة من النوتات تبدل سلم الصوت، كما تغير السرعة والكثافة، حتى إنها تكرر عمداً بعض المقاطع. نتساءل عند سماع الحيتان وهي تغني، لماذا هي معقدة إلى هذه الدرجة؟ طالما أن الكثير من الوظائف التي قد تؤديها لا يتطلب هذه الدرجة من التعقيد. التعقيد في الأصوات يعني الذكاء، لكن قياس درجة الذكاء في عالم الحيوانات صعب للغاية، والسؤال الكبير هو هل تفكر الحيتان فيما تفعله أم أنها تتصرف بدافع الغريزة؟ عالم طب الأعصاب باتريك هوف من مدرسة جبل سيناء للطب في نيويورك حقق اكتشافاً مذهلاً. خلال الأبحاث التي نجريها على بنية الدماغ البشري، عثرنا صدفة على نوع مميز جداً من الخلايا. إنها خلية عصبية كبيرة جداً على شكل مغزل. ظننا في البداية أنه ربما نوع من الخلايا العصبية الذي ينفرد به البشر. فبدأنا بعد ذلك بجمع أدمغة قرود كبيرة، تشمبانزي وغوريلا وإنسان الغاب. وبالفعل فإن كل القرود الكبيرة تحمل هذه الخلية بالتوزيع نفسه الذي يحملها به البشر. فقررنا عندها أن ندرس دماغ الحوت الأحدب، لأننا لا نعرف شيئا عن تنظيم دماغ هذا الحيوان. فوجدنا فيه الكثير من الخلايا العصبية التي تشبه المغزل، وهذا اكتشاف مذهل. حتى الآن اكتشفت هذه الخلايا الفريدة لدى بعض الحيوانات كالدلافين والحيتان، كما يبدو أنها تتحكم في الوظائف الاجتماعية المعقدة. إذا نظرنا إلى توزيع هذه الخلايا لدى البشر، نجدها موجودة في مناطق مرتبطة مباشرة بالعمليات الإدراكية التي تتعلق بالإدراك الاجتماعي وبالمعرفة وبتنظيم المشاعر وبالحكم على الأشياء وبالسلوك الخلقي وبالانتباه أيضاً. من المحتمل جداً أن تكون الحيتان الحدباء التي تشتهر بأنها مخلوقات اجتماعية تعيش ضمن مجموعات وتتمتع بقدرة على التعاون فيما بينها وربما على التواصل. كل هذه فرضيات، لكنها ربما دلالة على أن الحيتان تتمتع بقدرات على القيام بوظائف إدراكية، والبعض منها يمكن مقارنته بالقدرات التي يتمتع بها البشر. عندما ننظر إلى الحيتان الحدباء وإلى ما تستطيع القيام به في الماء، نرى أشياء مذهلة. فهذه الحيوانات تستطيع العمل كفريق واحد، ولديها خصائص كالإدراك والذاكرة والتعلم والتأقلم مع وضع معين. كل هذا يمكن تفسيره كشكل من أشكال الذكاء. في مناطق غذائها تظهر الحيتان الحدباء مستواً عالياً من التعاون، كالاستراتيجية التي تعتمدها لزيادة كمية الأسماك التي تصطادها، وهذا يسمى نصب شباك الفقاقيع. أكثر من 20 من الحيتان الحدباء تصطاد معا رفا من الأسماك التي تتحرك على شكل دوامة. يطوق حوت واحد الأسماك داخل حلقة من الفقاقيع، ثم تصدر الحيتان الأخرى نغمات عالية ومتزامنة، مما يشكل جداراً من الأصوات الكثيفة ضمن الفقاقيع، فتحتشد الأسماك لتشكل كتلة كروية واحدة. عند السطح يحيط ضجيج الفقاقيع بالأسماك، فتندفع الحيتان مرة واحدة باتجاهها لتغرف مئات الكيلوغرامات من الطعام بأفواهها التي تشبه الأكورديون.
هل هذا التعاون هو عمل غرائزي وحسب أم أنه سلوك تتعلمه الحيتان؟ العلماء مصممون على فك هذه الأحجية. إن مراقبة سلوك الإناث هو بالنسبة إلى ميغان جونز أفضل طريقة لرؤية التفاعل ما بين الغريزة والتعلم. لقد ساعدها كثيراً بقاء الصغار مع أمها فقط خلال السنة الأولى من عمرها لتتعلم أسرار البقاء. تتركز أبحاثي على سلوك الأنثى خلال موسم التكاثر لدى الحيتان الحدباء. من هذا الذي وثب لي يا رانا؟ هل تعرف؟ أظنه ذكر رفع أنفه. إنما نعرفه بالأساس في هذه المرحلة هو أنه لدينا إناث تجيء إلى هنا لهدفين مختلفين. الأول هو التزاوج والثاني هو الإنجاب. إنهما هدفان مختلفان تماماً قد يؤديان إلى نوعين من السلوك لدى الحيتان هنا. هذا ما أريد اكتشافه. كيف ننظر إلى سلوك الإناث؟ كيف تتفاعل الإناث مع الذكور؟ وهل يختلف الأمر بحسب وضعها التناسلي؟ إن الملاحظات التي تقوم ميغان بتدوينها والتي تتعلق بوصف النشاط والتوقيت وتحديد المواقع هي معلومات حيوية جداً تأمل هذه الباحثة أن تكشف من خلالها أسرار الحيتان الحدباء. يعتقد أن كلا الجنسين يبلغ في سن الرابعة أو السادسة، إلا أن الذكور قد لا تستطيع التلقيح إلا بعد ذلك بعدة سنوات. يستمر الحمل لدى الحيتان 11 شهراً ونصف شهر، وهذا توقيت مثالي للعودة إلى منطقة التكاثر. تنتج الأم المرضعة حوالي 200 لتر من الحليب يومياً، وهكذا تخسر حتى 10 أطنان من وزن جسمها خلال هذا الموسم. ترضع صغيرها لسنة وتقوده خلالها إلى منطقة الغذاء ثم تعود به مرة واحدة فقط. بعد ذلك يصبح الصغير مستقلاً. يبدو أن الصغار تميل أكثر إلى اللعب وأحياناً إلى الفضولية. أظنها تشبه أطفالنا عندما يكتشفون بيئتهم ويتعلمون أين تقع حدودهم ويتعلمون التمييز بين ما هو جيد وما هو غير جيد. إنما نراه غالباً تحت سطح الماء عندما نرى أماً وصغيرها هو رأس الأم المتوجه نحو الأعلى نحو سطح الماء، لأن حاجة الصغير إلى الخروج من الماء للتنفس أكبر من حاجة أمه إليه، فهي تراقب السطح وتحرس صغيرها. يبدو أن هناك الكثير من الروابط، فمن المألوف جداً رؤية الصغير يتقلب فوق رأس أمه أو رؤيته وهو يرتاح تحت ذقنها أو تحت بطنها. يرصد الباحثون صغار الحيتان بسهولة فوق سطح الماء، لكن من الصعب جداً أن يستخلصوا وضعية العلاقة بين الأمهات والذكور البالغة. أعتقد أننا لسنا متأكدين إن كانت الإناث تختار شريكها في التزاوج من ضمن هذا النظام الاجتماعي الخاص أم لا، لكننا نعرف ما يكفي عن سلوك الإناث بصورة عامة بحيث نستطيع الإجابة عن هذا السؤال في هذه المرحلة. في جامعة كوينزلاند في أستراليا يقوم علماء آخرون بإجراء أبحاث على الحيتان الحدباء. الدكتور مايكل نود يترأس جزءاً من هذا المشروع. أقوم منذ 12 سنة بدراسة الحيتان التي تهاجر على طول الساحل الشرقي لأستراليا. يوجد حوالي 10,000 حوت في هذه المنطقة. الحيتان تسبح على مسافة قريبة جدا من الساحل خلال هجرتها، مما يجعل المنطقة أشبه بطريق دولي سريع. إن الدراسات الأساسية التي نجريها على الحيتان تتضمن الإصغاء إليها وتعقبها في محاولة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الحيتان وهي تعبر تلك المنطقة. نستخدم مجموعة من الميكروفونات المائية التي ننشرها على طول الشاطئ، وهكذا نستطيع تعقب الحيتان بينما تنشد أغانيها. في الوقت عينه تشارك فرق من المراقبين البصريين في تعقب كل الحيتان التي يرونها،
بذلك يصبح لدينا صورة رائعة للحيتان وهي تعبر المياه وللطريقة التي تعبر بها، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية. الغناء هو استعراض صوتي مذهل وهو في غاية التعقيد، فهناك قواعد بنيوية تحكم تأدية عدة أغاني في وقت واحد، ولأن الغناء معقد هكذا فلا بد أن يكون له هدف معين. نعرف أن الذكور تغني فقط خلال موسم التكاثر، لذا نعتقد أن الغناء هو نوع من نداء للتزاوج. لكن هل الغناء موجه فقط للإناث كوسيلة لجذبها من أجل التزاوج، أم أنه موجه للذكور كنداء تحذيري عدائي، كمن يقول للآخر ابتعد عني، أنا ضخم وأنا أغني، وهذه المنطقة من المحيط خاضعة لي؟ في هاواي تعود تسجيلات جيمس صوتية إلى 30 سنة، فهل ستقدم إلينا تحليلاته الجواب عما إذا كان الغناء وسيلة يتمكن الذكور بواسطتها من جذب الإناث، أم أنه تحذير لإبعاد خصم منافس؟ إننا فوق حوت يغني. قد يغني الحوت الأحدب ساعات طويلة أو حتى أياماً إلى أن يهتم به حوت آخر ويقترب. يعرف القادم الجديد بالمنضم. مع وصوله يتوقف الغناء. قد يكون المنضم الغامض هذا المفتاح لحل أحجية وظيفة الغناء. وقد كشفت دراسات جيم عن شيء مذهل لم يتوقعه أحد على الإطلاق. لقد أمضينا موسماً كاملاً نبحث فيه عن حيتان مغنية وننتظرها حتى تجتمع، ثم نأخذ عينة من جلد الحوت المنضم ونرسلها إلى الاختصاصي في علم الوراثة ليقول لنا ما هو جنس الحيتان المنضمة. وبينما كنت أتوقع أن تكون العينات من الجنسين، كان الجواب أنها كلها ذكور. لا يوجد بين الحيتان المنضمة أنثى واحدة. ومن المفاجئ أن الأغاني تجذب الذكور فقط، وهذا يضعنا أمام أحجية إضافية تمثل عقبة في وجه التوقعات العلمية. لا أظن أن أحدا يشك في أن الغناء موجه للإناث، والجميع يعرف أن في المنطقة مجموعة من الذكور المستعدة للتزاوج. لكن الذي رأيناه خلال دراساتنا التي أجريناها على الحيتان المتلاقية هو أن الغناء يسهل التلاقي بين الذكور لا بين الذكور والإناث. لقد وجدنا في أستراليا حيتانا تغني وحيدة وحيتانا أخرى تأتي وتنضم إليها، وعندما تحققنا من جنسها رأينا أن كلها من الذكور. لكن المختلف في الأمر هو أن 20 أو 30% من الحيتان المغنية هي من الإناث المرافقة للذكور. هذا الأمر جعلنا نعتقد بأن الغناء يهدف إلى جذب الإناث، لأن الحيتان المغنية تؤدي أغنيتها للإناث. لكننا نفترض أيضا أن الغناء لو كان تفاعلا بين ذكر وذكر آخر لما كان يتوقف عندما يجري التلاقي، وقد نتوقع أن تتصاعد وتيرة النداءات أو أن يغني ذكر آخر في الوقت عينه فيصبح لدينا غناء جماعيا. ربما يكون ما نراه تفسيرا لاقتراب ذكور الحيتان من الحيتان المغنية. فإذا كان الحوت في وسط المحيط يجوب المياه بحثا عن إناث ولا يجد شيئا سوى غناء يؤديه ذكر آخر، فلماذا لا يقترب منه وهو يعرف أن هناك فرصة ضئيلة بأن تكون هناك ربما أنثى ترافقه؟ كل هذا يدفعنا للاعتقاد بأن هذه الذكور التي تقترب من الذكور المغنية إنما تفعل ذلك طمعا بالإناث وليس بدافع التنافس بين ذكر وذكر آخر. في هاواي قد تكون الأجوبة عن معاني وأهداف غناء الحيتان الحدباء مخبأة في تسجيلات الباحثين. عندما تسوء الأحوال الجوية ينتهز الفريق الفرصة لجمع المعلومات. يبدأ جيم بتحليل الأغاني التي قام بتسجيلها في المحيط. خلال موسم التكاثر قد يكون لدى الفريق 15 يوماً كاملاً من العمل، حيث تكون المراقبة جيدة وناجحة. لكن الساعات التي تمر قد أعطتهم مواد جديدة.
إن خرائط المواقع والملاحظات العديدة التي تجمعها ميغان تقدم كمية من المعلومات عن التفاعل بين مختلف الحيتان. يبدأ فليب بالتعرف إلى كل واحد من الحيتان من خلال صور الذيل المتوافرة في المكتبة. يقوم جيسون بتقسيم أشرطة الفيديو بحسب الأنواع المختلفة من السلوك. مع كل غطسة يقوم بها يزداد احترامه للمواضيع التي يعمل عليها. إن طريقة الحيتان بالتحكم في أجسامها هي حقا مذهلة. يخيل لنا أننا سنصاب بضربة من ذيلها، لأن ذيلها كما نراه هنا قريب جدا منا، لكنها تعرف تماما أين نحن. يحتاج عمل جيم إلى أكبر مقدار من التسجيلات اليومية تحت الماء، لكن مع اقتراب شهر فبراير من نهايته تتراجع نسبة وجود الحيتان المغنية بفعل رداءة الطقس وتصبح أقل مما كان يأمل. إن عملية فرز المعلومات الخام بطيئة جدا ومتعبة للغاية، ومع هذا فإن التقدم البطيء في العمل يعني الحصول على مكاسب قيمة. استغرق العمل سنوات عدة، لكن جيم حقق تقدما في حل رموز بعض التعقيدات وكشف بعض الأسرار. تقسم أغنية الحوت الأحدب إلى أجزاء ندعوها ألحانا. تتألف هذه الألحان من أصوات مختلفة ومحددة توضع معا في نمط معين ندعوه العبارة. فإذا أردنا استخدام أحرف الأبجدية للإشارة إلى مختلف الأصوات يكون اللحن الرقم واحد ألف ألف باء ألف ألف باء ألف ألف باء. هذه الكلمات ألف ألف باء هي عبارة تتردد مرارا وتكرارا في اللحن. بعد دقائق قليلة ينتقل الحوت إلى الجزء الثاني من أغنيته أو إلى اللحن الرقم اثنين، وقد يكون هذا اللحن تا 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 ثاء تا 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 ثاء وهكذا دوليك. بعد دقائق قليلة ينتقل الحوت مجددا إلى اللحن الرقم ثلاثة المؤلف من مجموعة أخرى من الأصوات، ثم إلى اللحن الرقم أربعة، ثم تنتهي الأغنية لتعود وتبدأ مرة جديدة من اللحن الرقم واحد. وهكذا فعندما نكون تحت سطح الماء وبالقرب منا حوت يغني، يغوص هذا الحوت ويغني الألحان واحد اثنان ثلاثة وأربعة، يصعد ليتنفس ثم يغوص ليغني من جديد. يتبين من عمل جيم أن أي من الحيتان لا يصدر أصواتا عشوائية، بل يغني بطريقة مميزة ويكرر الغناء مرات عدة. ومن اللافت أيضا أن كل حوت يقوم بتعديل أغانيه باستمرار. لكن المدهش هو أن مجموعة الحيتان تؤدي كلها في النهاية أغنية واحدة. كيف يحدث هذا؟ تتعدل الأغنية مع الوقت بينما تقوم الحيتان بتأديتها، ومع هذا فإن كل الحيتان المغنية تتبع التعديلات الجديدة وتدمجها في غنائها، فتبدو كأنها تقوم بتقليد الآخر. نحن الآن في شهر يناير 2005، هذا أول لحن بعدما غطس الحوت. الفأرة هنا ترشدنا إلى المكان الذي نحن فيه. هذا أول لحن بعد الغطس سنة 2006. بعد سنة واحدة سنجد شبها قليلا بين اللحنين، لكن هناك كثير من الفرق بينهما، لأنه يطلق بعض الصيحات التي هي جزء من لحن عام 2005، لكن لا تقطيع بين الأصوات كما في السنة السابقة. على الحيتان المغنية أن تتفاعل مع التعديلات، ومما يثير الذهول أكثر هو أن هذه التعديلات تلتقطها مجموعات أخرى موجودة على بعد آلاف الكيلومترات. كلما ازدادت معرفتنا بخصائص غناء الحيتان وبسلوك الحيتان المغنية ازدادت دهشتنا. لو جاء أحدهم في سبعينيات القرن الماضي وقال لنا انظروا هذه الحيتان التي في مكسيكو تؤدي الأغنية نفسها التي تتغير باستمرار والتي تؤديها الحيتان في هاواي واليابان، لما كنا صدقنا قوله. لكن الحيتان تغني هكذا الآن كما من قبل.
إن كانت الحيتان في المحيط الكبير تنشد كلها أغنية واحدة، فكيف تتعلمها إذن؟ ينتشر الصوت إلى مسافة لا تزيد على 160 كيلومتراً تحت الماء، والحيتان لا تستطيع سماعه عبر مساحات شاسعة في المحيط. تسافر مجموعات حيتان هاواي باتجاه الشمال ثم تعود مرة كل ربيع وكل خريف، لكن أحياناً تبدل بعض الذكور مناطق تزاوجها، وقد يكون تبدل أغاني الحيتان في هاواي مندمجاً ضمن أغاني قادمة من المكسيك ومن اليابان أو حتى من الفلبين. قد تكون هذه هي الطريقة التي بواسطتها ينتشر تغير الألحان مع تجوال الذكور عبر المحيطات. في أستراليا كشف إنجاز علمي عن السرعة التي تنتقل بها هذه التغيرات، وهي سرعة تفوق الخيال. منذ بضع سنوات بينما كنا نسجل أصوات الحيتان الحدباء التي عند الساحل الشرقي لأستراليا، لاحظنا تغيرا سريعا في الغناء، ففي غضون دقائق قليلة تبدلت الأغنية بالكامل. بحثنا عن مصدر الأغنية الجديدة وأدركنا أنها قادمة من مجموعات الحيتان غربية أستراليا. إنها المرة الأولى التي يجري فيها رصد أغنية تنتقل من محيط إلى آخر. نظن أنها مجموعة صغيرة من الذكور التي قدمت من أستراليا الغربية ودخلت إلى أستراليا الشرقية واختلطت بالحيتان وأحضرت معها أغنيتها الجديدة، فنقلتها عنها ذكور الحيتان وبدأت تنشدها، لكن اللافت أنها انتشرت بسرعة. المهم في هذا هو أن عدداً صغيراً من ذكور الحيتان في أستراليا الغربية سبح باتجاه المجموعة التي في أستراليا الشرقية، فتسبب بتغير الأغنية. الأمر أشبه بدخول مجموعة من الأفارقة إلى باريس، فيصبح كل الباريسيين يتكلمون الأفريقية بدلاً من أن يتعلم الأفارقة الفرنسية. عرف العلماء الآن أن تغير جزء من الأغنية أو تغير الأغنية بكاملها قد ينتشر بسرعة بين مجموعات الحيتان، ربما عبر المحيطات. لكن لماذا تعتمد المجموعات هذه التغيرات؟ ولماذا تجتاز الذكور كل هذه المسافات لكي تغير أغانيها؟ تتحدث إحدى النظريات المتعلقة بذلك عن ابتكار الحيتان للتعديلات. ربما تنجذب الإناث أكثر إلى الذكور التي تلتقط هذه التعديلات وتدمجها بأغنيتها بسرعة أكبر. ربما تكون الذكور التي تبتكر التعديلات وتنقلها عنها الذكور الأخرى هي التي تلفت انتباه الإناث أكثر من سواها. وربما هذه الحيتان أشد ذكاء لأنها تلتقط التغيرات قبل أن تلتقطها الذكور الأخرى. تتحدث النظرية الأخرى عما نعرفه بالميل الحسي أو الإدراكي، فتكون الإناث وسط المحيط وتسمع عدداً من الذكور وهي تغني معاً أغنية واحدة، فتمل الإناث. عندها يبادر أحد الذكور التي في الطليعة والتي تختلف عن الأخرى إلى الابتعاد عن المجموعة والتميز عنها بغنائه، فيلفت انتباه الإناث ويجذبها نحوه. إن كان باستطاعتها أن تبتكر، فهل تتخلى أيضاً عن الأغاني كما يحلو لها؟ وهل تستخدم نوعاً من اللغات؟ غناء الحيتان هو إشارات صوتية معقدة، والناس يتساءلون غالباً إن كان لغة أم لا. ليس لغة، لأن الحيتان تستخدم الأصوات نفسها في الترتيب نفسه وتغني الأغنية نفسها. الأمر أشبه برجل يحاول محادثة أحدهم مستخدماً كلمات مأخوذة من بعض الأغاني. فغناء الحوت نسخة صوتية عن ذيل الطاووس. إنه جميل ومعقد، لكن لا معنى محدداً له. كل ما في الأمر هو أن الطاووس يستعرضه لغاية ما، وهكذا تستعرض الحيتان أصواتها. بغية المحافظة على بنية اجتماعية معقدة على الحيتان أن تتواصل، أما كيفية تحقيق ذلك فهي ربما مخبأة في مكان آخر. تتمتع هذه المخلوقات بمنظومة كاملة من الأصوات التي تستخدمها، وهذه الأصوات ندعوها عامة الأصوات الاجتماعية. هناك أغاني خافتة وضجيج في خلفية المحيط، ومن هنا جاء أول الأصوات الاجتماعية، وهذا هو الثاني. الأصوات الاجتماعية هي مقاطع قصيرة من أصوات الرقم 1 و2 و3، وتستخدمها الذكور والإناث والصغار. إن كان لدى الحيتان لغة فهي في الأصوات الاجتماعية وليست في الأغنية. مع حلول فصل الربيع في هاواي تنطلق الحيتان في رحلتها التي تجتاز خلالها 4000 كيلومتر في طريق العودة إلى مناطق غذائها. لدى الفريق أسابيع قليلة قبل أن تغادر الحيتان لـ8 أشهر أخرى.
وجد المصوران فليب وجيسون أما ومعها صغيرها وبرفقتهما ذكر يعرف بالمرافق. لدينا هنا صغير وبالقرب منه أمه، يرافقهما حوت ذكر، نعتقد أنه مرافق يؤدي أغنيته. هذا مهم بالنسبة إلينا لأنه يربط الحيتان المغنية التي يدرسها جيم بالإناث التي تعمل معها ميغان، فتصب الدراسات في مسار واحد ويصبح السلوك أكثر أهمية. سوف نحاول الآن معرفة مكان وجود الحيتان الثلاثة، إنها هنا. خلال تواجدها في منطقة التزاوج نادرا ما تترك الإناث وحدها، غالبا ما يبقى بقربها ذكر مرافق. أظهرت الدراسات أن هذه الذكور ليست آباء الصغار التي تقوم بمرافقتها. يعتقد العلماء أن الحيتان المرافقة هي ذكور تأمل أن تتزاوج. مع مشارفة أيام المراقبة على نهايتها، تحاول ميغان الاستفادة من كل فرصة تتاح لها. لقد أصبحت دراستها لسلوك الإناث محيرة. لم ترى إشارة بعد إلى أن الغناء يجذب إناث الحيتان الحدباء. ليس واضحاً بعد إن كان نشاط الأنثى يشجع الذكر على مرافقتها أم لا، أو إن كان هو يغني لها أم لا. ومن الممكن أن تكون غير مسرورة بوجوده معها. إنما يبدو كلعب أثناء السباحة هو في الحقيقة لغة جسدية يقال بها ارحل عن هنا. أحياناً تتصرف الإناث التي ليس لها صغار بطريقة عدائية تجاه الذكور المرافقة قبل أن تسبح وتسرع مبتعدة عنه، لكن هذه الأم لا تملك هذا الخيار، فلديها صغير عليها الاعتناء به. لا يستطيع الصغير أن يسبح بسرعة كافية ليلحق بأمه. هناك بعض الترجيحات، وخاصة عندما يكون لدينا أم ومعها صغيرها، وهي بالتأكيد غير راغبة في أن تطاردها مجموعة من الذكور. يرجح عدد من الباحثين أن يكون قبول الأم بوجود ذكر مرافق لها على مقربة منها عائدا إلى أنه يؤمن لها بعض الحماية من الذكور الأخرى. لا يبدو أن هذه الأنثى تبحث عن ذكر، بما أنها تتزاوج مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات، لكن المرافق يتبعها ويبقى قريبا منها. والذكور تبدي اهتماماً كبيراً عندما تجد إناثاً في مناطق التزاوج. على هذا الذكر أن يبقى حذراً عند اقتراب ذكور أخرى من الموقع. على الذكور المرافقة أن تؤمن الحماية بالتأكيد. هذا الذكر المميز قلق من تواجد السفن على مقربة من الأنثى التي يتولى مرافقتها وحمايتها، فهو يراقبنا عن كثب ويستمر في مراقبتنا كيفما تحركنا. المجموعة الصغيرة لا تعرف أن الخطر يقترب منها. يوفر الصغير طاقته فيركب على ظهر أمه، لكن مجموعة من الذكور تقترب. عند اكتشافها للأنثى تضطرب الذكور وتهتاج. يعرف هذا النوع من التواجه بين الحيتان بالمجموعة الناشطة عند سطح الماء. قد تبلغ صيحاتها الحادة 170 ديسيبل، أي قوة هدير محرك النفاث. تبدأ وتيرة السلوك الناشط بالارتفاع، فعندما يبدأ ذكر واحد بالتحرك ومعه أنثى، أو ذكر يرافق أنثى وصغيرها، تتوافد المجموعات وتتجمع معاً، فيتزايد عدد الذكور وتعلو الصيحات، ثم تشتد المنافسة ويزداد التفاعل بين الذكور، وقد يتسم ذلك بالحدة والشراسة. تتألف المجموعة الناشطة عند سطح الماء من عدد من الذكور التي تتفاعل مع بعضها بعضاً، وغالباً ما تتنافس للفوز بحق مرافقة إحدى الإناث أو التزاوج معها.
تؤدي الذكور عروضا مختلفة تتراوح ما بين العروض تحت سطح الماء وعروض فقاقيع الهواء، وتتصادم جسديا وينجم عن ذلك جروح خطيرة، لأننا رأينا ذات مرة حوتا ينازع على ما يبدو على أثر مشاركته مع مجموعة ناشطة عند سطح الماء. الفريق قلق ويريد معرفة ما سينجم عن المواجهة التي تدور بين الذكور المتصارعة على حق التزاوج. بينما تحاول الأم نقل صغيرها إلى مكان آمن، يستدير المرافق لمواجهة الذكور التي جاءت للتحدي. تدور معركة طاحنة، تتصادم خلالها الرؤوس، وتتضارب الحيتان بعنف، وتتصارع فيما بينها مستخدمة زعانفها. هل سينتصر حوت واحد على كل هذه الحيتان؟ أخيراً تبدأ السباحة الجنونية، ويعود المرافق الأصلي إلى الأنثى وصغيرها. يرجح بأن يحظى حوتان أو ثلاثة من الأقل سيطرة بفرصة أفضل للتزاوج، شرط أن يكون العمل من ضمن فريق واحد. أما إذا تحدت الحيتان مباشرة المرافق الرئيسي، فستكون فرصها في التزاوج أقل. مع انتهاء التحدي، تنطلق المجموعات كل واحدة في سبيلها. في مناطق التزاوج، تدور الصراعات على نحو يومي. يترك المرافق لكي يقود الأنثى وصغيرها نحو المياه الزرقاء. ها قد شارف موسم التزاوج على نهايته، وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي تتحمل فيها الأنثى تعدياً كهذا من مجموعة حيتان. أما بالنسبة إلى الفريق في هاواي، فمعركة فك اللغز دخلت في مرحلة متقدمة. سينكبون على دراسة وتحليل تسجيلاتهم الهائلة على مدى الأشهر الثمانية المقبلة التي تسبق عودة الحيتان. ما الذي يدفع بالحيتان إلى الهجرة؟ التحدي الذي نواجهه هو التفكير الدائم فيما تقوم به الحيتان. أظن أن هذه المخلوقات هي التي تحرك فضولنا لاكتشاف عالمها، وأنا أحاول دائماً أن أبتعد عن نظرة البشر وعن مفهومهم للحيتان لأدخل إلى عالمها فتكشف لي عن أسرارها. آمل أن نفكر بطريقة واعية، بحيث يكون البشر ضمن نظام بيئي سليم. كما أعتقد أن الحيتان هي من العناصر التي يجب أن نركز عليها كدليل لرؤية ما هو جيد في العالم، ليس للبشر وحسب، بل لأنواع أخرى من المخلوقات. كل ما أستطيع القيام به هو تسليط الضوء على جزء صغير من هذا العالم. كما آمل أن يجد الناس هذا الجزء مهماً فيسعون إلى الحفاظ عليه. العلماء يعرفون أن هناك بنية واضحة مختبئة خلف غناء الحيتان الغامض. وجدوا أن الحيتان تستطيع اكتساب وتبني تعديلات الأغاني عبر شبكة عالمية عابرة للمحيطات، وقد يكون هذا دليلاً على درجة ذكاء عالية. الآن ومع تقدم الأبحاث، هل ستحمل هذه الأصوات الاجتماعية مفتاح لغز التعاون ما بين الحيتان؟ قد تكشف دراسة ذلك عن شيء يتعلق باللغات التي يتكلمها البشر. بعض الأسرار بدأ ينكشف،
فهل ستكون هذه أول نظرة خاطفة إلى المستقبل البعيد، حيث يصبح التواصل بين مختلف أنواع المخلوقات حقيقة؟ ما زالت النهاية بعيدة جداً، لكن الفريق مصمم على الاستمرار في فك ألغاز هذه المخلوقات الغامضة التي نتقاسم معها هذا الكوكب. أظن أن المطلوب هو معرفة نهاية هذه القصة، وماذا سيكون الجواب عن كل هذه التساؤلات. قد نحقق بعض التقدم، وقد نتعلم بعض الأشياء، وهذا كل ما نحتاجه للاستمرار بضعة شهور أو سنوات أو ربما عقود أو كل المدة التي يحتاجها ذلك.